نحن مو هون. شيماء خانم فكري بيك، مين اجا؟ مين؟ لميس، شو صاير معكم؟ فوتوا لجوا، شو الموضوع؟ لا مو صاير شيء ابدا. قلتيلي مرة فينا نترك عصمت عندك، ففينا نخليه عندك اليوم لبين ما نروح وندور على بيت. ايه طبعا، معقول ما اقبل؟ تسلم لقلبي، تعال. تمام. شيماء خانم، شيماء خانم، خرب بيتك. ايه لقيتها دخيله. انا يسلم لي هالحلو الاشقراني اللي جاي لحتى يزور خالته شيماء. تعال عندي لشوف. ايوه يا بطل، دخيله انا. لميس، يعني انت شو مفكر حالك؟ كيف بتتركي الولد هون عند شيماء خانم؟ ايه لكان يضل بالشارع احسن من انه يضل معك. ما هلا شو لزوم هالحكي؟ انا ما حكيت هيك شي ابدا. هلا اسمعني، انا شلت له الحفاظ، سأل الولد كل شوي اذا بده يفوت على الحمام. انا؟ ايه انت. لميس إيه؟ حبيبتي انت لا تاكلي هم ابدا، رح اهتم فيه كتير منيح، انا واصمت كتير منتفق. يعني انت فيكي تعملي اللي بدك اياه. شكرا. شكرا. يلا 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 باي. الله معكم. شيماء خانم، مو ملاحظة انهم عم يستغلوا انسانيتك شوي؟ الكل بده يستغل طيبتك. تمام، لا تاكل هم. يسلم لي، كيف قاعد الحلو لحاله؟ كيفك يا أشقار؟ أنا طالعة شوي فكري بيه. لوين؟ طالعة شم شوية هوا. وشو مشان هاد؟ أنت عود معه، اهتم بابنك شوي. يلا باي باي. لو بحبها للأولاد كنت قعدت ببيتي وما أجيت لعندك. شو بابا؟ مبسوط حبيبي وانت عم تلعب مع عمك هاشم؟ انا عملت بيبي بابا. وين عملتها؟ علي. عملتها على عمو هاشم يا ازعار. والله يا هاشم قلت قيمتك وانغسل ادراك. يا سيدي. خد حط هدول. لك انت شو عملت عصمه؟ فكري بيك، فكري بيك، فكري بيك، انا رحت لمكان كثير بعيد لحالي. شوفي شو اللي صاير، ليش العياط هيك؟ شيماء خانم، هي انتي والله رعبتيني كثير، فكرت صاير شي معك. والله رحت لحالي، مشيت شارعين لقدام ورجعت وطلع ما في شي بخوف ابدا. كيفه حبيبي الاشقر؟ الله يكملك. شو عم يعمل حبيبي المهضوم؟ شو عم تسوي؟ موجود معي هون بهالتليفون. فكري بيك شو هاد؟ ابني عصمت عمل ببي من شوي. لا لا مستحيل هالشي. شيماء شو صار؟ عادي، شوفي عمل ببي هلا بتغسليه وبيروح فورا. شو عم تقول؟ معقول هيك شي؟ فكري بيك بصير تترك الولد قاعد هيك؟ قوم خده بسرعه مشان يغسل. انا؟ ايه طبعا، ليش انا ابوه لانت؟ والله يا شيماء خانم عم تحكي معي وكانه متزوجين من اكثر من 40 سنه. اذا كان بدي اعمل هيك شغلات شو ما عادني بهذا البيت. مشان الله ايمان الشرشف، فكري بيك خده خليه يغسل. ليك هاشم كيف؟ هلا اتركي الزلمه بحاله، هو مانو متضايق من الوضع، ليكو مبسوط بحالته وما عم يشتكي شيء. بيبي بيبي مو مصدقه. شيماء انا بشوف مين. يا الله يا الله، جاي عصمت جاهز؟ ايه تمام. يلا احمد بس تاخذ اخوه، خلي اختك تحمم وريحته طالعه، عيب والله. معقوله هيك يعني؟ كيف يعني؟ يلا يا اشقر تعال معي، يلا قوم 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 قوم. يبا خنقتني بريحتك عصومه. لك انت شو عامل؟
يلا خذوا، ها خذوا، يلا روح روح. ليش عملت على حالك؟ استنى لأخذ البوط. عصمت، امتى بدك تبطل تعملها على حالك؟ ها؟